السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتعيها أذن واعية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله يكون واضح يا رب. ادعي. يلا آية 59 من سورة البقرة، وقولوا يا الله. فبدل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انتبه. فبدل الذين نفس مخرج الذال، ولكن أنا سحبت الصوت إلى الداخل. فبدل الذين ما بطبيعي ضو الصوت هذا لازم يطلع من الصدر، ظلموا، واضح؟ ظلا، على طول اعكف لسانك عشان تيجي معاك اللام رقيقة، ما تطلعش معاك ظلموا قولا قولا. التنوين متساوي زي قد بعضه، فهنا بعدها غين اظهار، قولا غير الذي طي. عملت اشي هنا ولا شيء، كله من مخرج القاف ونزلته جوا. طي 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 طي، انتبهوا. حركة الفك الأمامية للمرقق فقط لا غير. قيل لهم تمام. فأنزل لساني تحت عند مخرج الزين وجبت الغنة. فأنزلنا انتبهوا للام، على الذين اتكائي هنا، على الذين ظلموا رجزا من السماء تمام. سهلة، رجزا ادغام كامل، رجزا من السماء كسرة التكئ إي من السماء بما كانوا مدود طبيعية، لازم يكونوا متوازنين. بما كانوا يفسقون. سهلة، قون، والرجوع إلى الساكن، رجاء أن يرجعوا إلى الساكن. طيب، وإذ استسقى تحقيق الكسر السين والصفير والزمن والرخاوة والتاء غلط. وإذ استسقى اسحب الصوت إلى الداخل من غير ما تضغطي قا. موسى لقومه
لام النون انتبهوا لها. ففقوا فقل فقلنا. الألف هنا حسقطها لالتقاء الساكنين. فقلنا اضرب الضاد. فقلنا فقلنا اضرب الباء الضاد ما فيش فيها قلقلة. اضرب لا ما فيش اضرب. فقلنا اضرب لو بدي أوقف عليها أو بدي أوصل الباء مدغمة مع الباء فبصير فقلنا اضرب بي. فقلنا اضرب بي شوف البي. فقلنا اضرب بعصا بعصا بعا شفتوا العين بابتسام بعصا صا صوت من الداخل بعصاك ك بعصا ب بعا بعصاك كالحجرة كالحجرة. الكاف لازم توصليها مع اللام لأنها ساكنة. اللام لا ما بتقدر تلفظيها إلا بمتحرك. فبد الحجرة جبنا همزة الوصل لأن بدي أوصلها بالكاف بعصا كالحجرة بعصا كالحجرة الحجرة جا جا يا عالم الجيم ما فيش فيها همس را الحجر الحجر أر أر الحجر. فانفجرت فانف 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 فانفجرت فانفجرت الراء راء فن 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 فجرت لا مش اتكائك تحت غلط اتكائك فوق مخرج التاء فانفجرت منه منه نون طبيعية عادية ساكنة ناقصة قلنا ناقصة من منه 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 اثنى منه اث الثاء إلها زمن منه اثنتا عشرة مش عشرة انتبهوا عشرة الشين ساكنة عشرة را 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 لاحظين اني ضغطت اشي بالراء قدامنا لانها مفخمة بس حبها لا جوا بس را عشرة عينا وقوفا عينا وصلا في اخفاء عينا قا عينا قا قد عينا قد علم علم تتابع حركات علمك علمك كل أناس كل أنا كل كو كو كل كل قدام كل أنا أنا أناس سيم 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 أناس سيم سيم أيوة جيب الغنة مع ميم أناس مش مش مشرا مشرابهم مشرا مشرابا من ربهم ربهم حيصير فيها إما مشرابهم را ربهم مشرابهم وارجع للساكن في الميم الساكن كله يثبت ما عدا المقلقل انتبهوا اللي ما عندها تثبيت الساكن تتعلم عليه كلوا كو كلوا واشربوا واشربوا من رزقي مي من ري نون مدغمة بالراء الراء مكسورة إذا مرققة من ري مر 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 رزقي قي 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 ما قلت قي قي من رزق الله ولا ليش قلت الله ما قلتش الله لأنه قبلها كسر
ولا تعثوا في الأرض في الأرض الهمزة مرققة في الأ في الأرض صوت الراء صوت التوسط في الراء لو بدي أوقف عليها في الأرض مفسدين دي بتكئ هنا دين وبهدي صوتي بأنزل بعدين برجع على الساكن في النون مفسدين تمام نقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله انتبهوا للمدود الطبيعية كلوا واشربوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك معلش آسف جدا مش هكمل بعد سورة الملك لأني أنا هيك صرت مشتت كتير اللي بده يتعلم التجويد واللي بده يتعلم القرآن يقرأ سورة البقرة معي خطوة خطوة هيصير معه قراءة صحيحة هديك الساعة بروح يقرأ أي سورة من القرآن بإذن الله تعالى إذا انتبهت للأحكام لأنه الإدغام هو الإدغام والمد هو المد والإخفاء وكله كله يعني كل الأحكام هي هي فرجاء ركزوا معي بسورة البقرة احفظوها مين بيقدر مين بصح له يحفظ سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة اللي هم السحرة فخليها معك على طول الخط اتقنيها اقرأيها صح معايا واللي بدها تتدرب وتتعلم تبدأ من سورة البقرة معي حياها الله اللي بدها تقرأ لي من السور الثانية وهي مش متعلمة آسفة جدا لا تبعت لي صوتها فيها لأنه بصراحة انت بتضيعي وقت اللي بتقرأ لي من السور في الحزب الأخير هدول ايش بيعملوا في حالهم لا هي متعلمة ولا هي بتقرأ مع الشيخ ولا بتقرأ مع يعني تتدرب عليها مع الشيخ وبعدين تبعت لي بس بيبعتوا لي بأخطاء طيب كيف بدك تتدربي لازم تعرفي الأحكام كيف بدك تعرفي الأحكام اتبعيني في سورة البقرة معلش لأني دخلت في القاعدة الذهبية بدي اياكم تتقنوا القرآن صح على مهل وشوي شوي أمورنا بتصير تمام إن شاء الله وبإذن الله والله يأخذ بيدنا جميعا وسامحونا على التأخير وربنا يتقبل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري دائما ادعيها هذا الدعاء واحلل عقدة من لساني مهم جدا نسأل الله من فضله اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك ورضوان منك أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفرك وأتوب إليك